وجدت تشوفون ننحني أمامكم جميعا. شكرا. هالقد سعيدة إنه نشارك، ومشاركتنا كانت فعلا بشراكة جزائرية، يعني بمعنى الكلمة، بالمعنى الحرفي تبع الكلمة. محظوظة جدا لأن أكون هون بين أهلي بالجزائر، أهلي اللي لقموا الجرح ويعني رأبوا هذا الصدع بين الإخوة. دائما أقول فلسطين طير يحلق بأجنحة، مش بجناحين، بعدة أجنحة. إذا كسر جناح ما حيقدر الطير إنه يحلق. والآن بإذن الله تعالى بعد هذا الجهد الكبير اللي قمتوا فيه بالجزائر، بعد هذا الإنجاز العظيم، لأنه مش سهل، مع مرور الوقت صعب أكثر توفيق الأطراف، بعد كل هذا الجهد إن شاء الله إنه يكون في صالح القضية الفلسطينية. مشينا طريق جميل، طريق مملوء بالأشياء الجميلة، سواء في المحاضرات أين رأينا المحاضرين الذين قدموا أشياء جديرة بالاهتمام، أشياء لها علاقة بالتراث اللامادي الجزائري، لها علاقة بالبحث، لها علاقة بأنها تفتح المجال للمنشدين على أن يتقدموا أكثر، على أن يعملوا أكثر. نفس الشيء بالنسبة للعروض، شاهدنا عروض، ثلاث عروض جميلة، ثلاث عروض قوية، شاهدنا جمهور عاد للمسرح بقوة، شاهدنا جمهور محب للإنشاد وأهله ومحب للفن، هذا الفن الجميل.